خلاف نارين بيوتي وموفلوكس يعود للواجهة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد قيام موفلوكس بالأمس بنشر فيديو، انتشرت أخبار في السوشيال ميديا أن المتابعين شديدي الدقة والملاحظة اكتشفوا ظهور مساعد نارين بيتر مع موفلوكس في محل ذهب. وللتذكير فموفلوكس علاقته جيدة مع عائلة البيوتي، لكن أغلب المتابعين توقعوا أن هناك خلاف بينه وبين نارين فقط، مشيرين إلى ذلك أن نارين وموفلوكس توقفوا عن الظهور مع بعضهم لفترة طويلة. وعلاوة على ذلك فنارين وموفلوكس توقفوا أيضا عن التفاعل مع بعضهم في السوشيال ميديا. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أيضا قام اليوتيوبر غيت مروان بتوثيق لحظة وصوله إلى دبي من خلال هذه الاستوريات. شايف الإبداع، شايف بعد الصالة.